الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا. رئيس الوزراء يبدأ جولة موسعة بمحافظة الوادي الجديد لتفقد المشروعات التنموية والخدمية. والحكومة تنفي إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي. موجز الأهم الأنباء من قناة النهار، مشاهدينا تحية طيبة. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال المؤتمر على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حاليا، خاصة من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. ويتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي لبحث مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين بالحكومة الفرنسية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية بين الجانبين. كما يجتمع الرئيس السيسي كذلك بعدد من السادة رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صباح اليوم جولة موسعة بمحافظة الوادي الجديد لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها، بحضور وزراء البترول والري والتربية والتعليم والتنمية المحلية والاتصالات والرياضة والنقل والزراعة والتجارة والصناعة وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب. والزيارة تأتي في إطار تفقد عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة لدفع العمل بها. جاءت عقب نجاح محافظة الوادي الجديد في الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور الذي أقيم خلال شهر أكتوبر الماضي بمدينة الخارجة تحت رعاية الرئيس السيسي. وخلال تواجده بمطار الخارجة شهد مدبولي افتتاح قاعة كبار الزوار بالمطار، ثم توجه إلى حديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، حيث قام بغرس فسيلة نخيل بالحديقة المقامة على مساحة 9 أفدنة. وخلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد اليوم، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد أعمال تنفيذ مجمع 30 يونيو المميكن للمصالح الحكومية بمدينة الخارجة. إلى جانب ذلك، تفقد رئيس الوزراء عددا من المشروعات الأخرى الخدمية المتاخمة لمجمع المصالح الحكومية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي. ومن جانبه نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الأنباء، مؤكدة أن حضور الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجاري يتم بشكل نظامي وبحضور كامل الطلاب على مدار العام الدراسي، حيث يتم تسجيل الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختياريا، مشددة على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية. ختام الموجز، أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.